والنهارده هنشوف طريقه سهله لعمل المايونيز. المايونيز كتير بنحاول نعمله بالايد، بس يعني يمكن مش بنخفق بسرعه كفايه، بنحط زيت كتير في الاول وساعات كتير بيفصل مننا. فالنهارده هنشوف طريقه ممكن نعمله يا اما بالهاند بلندر او بكبه بس او خلاط حتى، بس يكون فيها فتحه من فوق بحيث نقدر ننزل الزيت شويه شويه. فلو ما عندناش حاجه كده بنستعمل هاند بلندر في اي يعني حاجه جاج يبقى غويط شويه، وهنحط معاه البيض او الصفار، يعني بنحط شويه من عصير ليمون، ممكن بقى كل واحد يحط الحاجات اللي هو بيحبها في المايونيز. ممكن نحط توم، ممكن نحط طبعا ملح، فلفل، بس يفضل فلفل ابيض لو هنحط فلفل علشان ما يبقاش المايونيز بتاعنا فيه نقط سودا. ممكن نحط اي حاجه ثانيه، ممكن شويه خل، شويه مستارده، كل الحاجات دي على حسب اختيارنا وعلى حسب احنا بنحب ايه. وهنبتدي نضرب دول بسيط، مجرد بس ندوبهم مع بعض، وبعدين هنبتدي انا احط شويه عصير بس ليمون زياده، وبعدين هنبتدي ننزل الزيت شويه شويه. في الاول لازم ننزل بصوره بطيئه قوي، لان هو الاول ده هو اللي بيفرق اذا كان هيفصل ويقطع معانا ولا هيطلع ناعم. ففي الاول خالص لازم نحط بالراحه جدا، قرب الاخر لما يبتدي يدخل ممكن بقى نبقى نحط الزيت بكميات اكبر شويه في الاواخر. اوكي، زي ما احنا شايفين لو ممكن نجيب كميه الزيت وهي نازله، لان هو ده اهم حاجه، نحط بالراحه خالص. يا دوب بيتسرسف كده حاجة بسيطة خالص. ولما يبتدي يدخل ممكن نبقى نزود الكمية شوية شوية. اوكي، زي ما احنا شايفين المايونيز بقى تقيل دلوقتي، وممكن نتقله كمان لو حابين نحط زي ما احنا شايفين كده، ونقدر نتقله اكتر كل ما هنزود الزيت اكتر، كل ما هيتقل اكتر. زي ما احنا شايفين دلوقتي بزود زيت وانا مش خايفة قوي، يعني مكترة شوية، وبعدين اقلبه كده تقليبة كمان. اوكي، بالشكل ده بنلاقيه ابتدى يتقل ويتخن. وزي ما احنا شايفين ده كده المايونيز، ولو حطيت الزيت اكتر هيتقل اكتر واكتر. فالفكره كلها هي ان احنا لما نبتدي نزود الزيت
على صفار البيض مع الليمون والمستردة وملح توم أي حاجة تانية إحنا عايزينها. نبتدي نزود في الأول قليل قوي لحد ما يبتدي ياخد قوام، بعد كده نقدر نحط زيادة ونفضل نقلبه، هنلاقي القوام بتاعه تقل وما فصلش مننا.